شكرا لمعلقنا المميز دائما محمد رمضان. مباراة مثيرة وغريبة، ولكن دائما شخصية الأهلي، شخصية البطل، تظهر في الثواني الأخيرة. يفوز الأهلي 3-2 على الشرقية الدخان في مواليد 2003. افتتح للنادي الأهلي الأهداف اللاعب رأفت خليل في الشوط الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ثم يتعادل في الشوط الثاني اللاعب عبد الفتاح أحمد مدافع الشرقية للدخان، ويضيف رأفت خليل الهدف الثاني له والثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 67 في الشوط الثاني. ويتعادل محمود مرسي من ركلة جزاء صحيحة للشرقية للدخان ليتعادل الشرقية للدخان 2-2. وفي الثواني الأخيرة تظهر شخصية البطل وروح الفانيلا الحمراء عن طريق اللاعب ميدو نبيل، هدف أكثر من رائع. نتيجة 3-2 يفرض النادي الأهلي شخصية البطل في الشوط وفي المباراة كاملة. مبروك لفريق النادي الأهلي مواليد 2003. التحليل الفني مع الكباتن الكابتن محمد حشيش والكابتن أسامة عرابي، ولكن بعد الفاصل.